ضياد؟ لا مو ضياد. ايش جابك تعب؟ الفرقة مبسوطين. صاحب السمو أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة، السيدات والسادة، بداية الحفل البهي آيات عطرة من كتاب الله دستورنا ونهج حياتنا، يتلوها خريج كلية الهندسة عمر بن عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا صاحب السمو حفلنا الكريم يستبد أبناء هذا الوطن جهدهم من عطائه، وتحمل هذه الأرض أرواحا نذرت نفسها لبنائها، وتكتمل مسيرة هذا العطاء بسواعد الخريجين من أبناء جامعة المؤسس. واجتمعنا اليوم لنبدأ فصلا جديدا في مسيرتهم. إليكم كلمة الخريج، يلقيها الخريج محمد بن علي الغامدي من كلية العمارة والتخطيط، والخريج مجد بن عباس الإسكندراني من كلية طب الأسنان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله، صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن شلبي
محافظ جدة، سعادة رئيسة الجامعة المكلفة، أصحاب المعالم الفضيلة، أصحاب السعادة، أيها الحفل الكريم، نسوق إليكم مداد الهدر شكراً وعرفاناً أن ألقتم حفلنا الليلة وشاركتم أبناءكم بهجة تخرجهم. مرحباً بمن حضر الليلة عرض خفق القلوب الذي لم يبلغ قبل كما يفعل الليلة فرحاً وسروراً. مرحباً وأهلاً وسلاماً، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أيها التاريخ، يا أيها التاريخ الذي قد من حجر وطار وتطور حتى بلغ المدى، ها نحن الآن نقف على عتبات ساهرين وحالمين، نحن البادرون الزارعون الحاصدون جناد الثمار، نحن الساعون للوصول المرتلون لآيات النجاح المنشدون لوجهات الفرح. ننتهز الفرصة بتقديم شكرنا الجزيل وثنائنا الجميل ممزوجا بمشاعر الحب والامتنان لهذه الأرض المباركة، أرض العز والعطاء، وطن العزيز، وطن العزيز الممتد من أول خطوة حتى بلوغه آفاق الفضاء، ولقيادتنا الرشيدة التي سخرت كل دعم وتمكين، فالشكر أوفره وإزاره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. وولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. إلى العيون التي رقبت خطواتنا على سلم النجاح، إلى آبائنا وأمهاتنا الذين قدموا ويقدمون الغالي والنفيس من أجل نجاحنا في الحياة، في قلوبنا كلمات نهديها إليكم مع أعمق مشاعر الحب والتقدير. كم ضحيتم وبذلتم انتظاراً لهذه اللحظة الجميلة، لكما نهدي هذا النجاح الذي يقف خجلاً أمام بذلكما وعطائكما الكبير. لقد وصلنا إلى هنا حتى نرى تلك الابتسامة الهادئة على وجهكما، ولو كان للامتنان ألف كلمة وألف معنى ما بلغت. إلى الحق والكتاب، إلى الصرح والعراقة، إلى الأستاذ والداعم ببراس بذل فينا العزم والهمة لنحقق الهدف والغاية، نذر في تفاصيل أيامنا علما لنصنع التأثير، لنكون عنصرا فعالا نسخر علمه ومعرفته لبناء هذا الوطن. شكرا لأعضاء هيئة التدريس الذين لم يعملوا جهدا للأخذ بأيدينا للعلم والمعرفة. شكرا لجميع منسوبي جامعة الملك عبد العزيز. المرة هذه ستفوات سريعة رغم ما فيها من جهد الطلب ومعاناة التحسين وتعب المعبرة والجهد واجتهاد، إلا أن الثمرة تستحق كل ذلك كما قال الشاعر: من لم يجد مر التعلم ساعة تجرب عنه تهيئ طول حياته. فنحن اليوم نستعد للدخول الى ابواب العمل، وقد كان نزف اليكم اجمل الشهاده ليوم الطالب الطالب، نسال الله ان يبارك فيما ويحقق اماله لنكون في نهايه المشهد القياسي. نمضي نحو مستقبل رؤيتنا المجيد رؤيه 2030، ورغبتنا ان نكون من صانعي النجاحات التي تميز هذا الوطن، ولاننا لا نرضى بغير النجوم بديلا ترسم لوحه عنوانها ربنا يعاد على السماء، ونحلق فوق هذا السحب نصبح بصوت واحد: الله اكبر يا بلد انت روح في جسد.
ليسمع العالم شارع للمجد والعليا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفل تخريج طلاب جامعة الملك عبد العزيز بجدة اليوم 22/8/1444 هجري. يردده الخريجون من الكليات الصحيحة بعد أن يتوب عليهم سعادة عميد كلية الطب الأستاذ الدكتور عمر بن إبراهيم سعادة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أرجو من خريجي الكليات الصحية الوقوف لأداء القسم والترتيب من خلفي. أعاهد الله على أن أراقبه في مهنتي وأكون مخلصا لديني ومليكي ووطني وأثابر على طلب العلم وأسخره لنفع الإنسان وليس لأداء، وأن أحفظ للناس كرامتهم وأستر عوراتهم وأكتم أسرارهم دون التفرقة بينهم، وأن أصون حياة الإنسان بجميع أطوارها، وأن أوقر من علمني وأعلم من يصغرني وأكون متعاونا مع زملائي. والله على ما أقول شهيد. ألف مبروك. صاحب السمو، حضورنا الكريم، يجتمع أبناء جامعة المؤسس في لوحة فنية يحكون من خلالها أحداث رحلتهم ومشاعر فخرهم وتخرجهم. إليكم أبريت حفل التخرج للدفعة 52. التاريخ للمستقبل عن قصة الإبحار نحو الأول، عن نهضة كبرى بعزم قيادة بالعلم أضحت في المكان الأمثل.
صاحب اسمه الحب الكريم اعدام النتيجة يتفضل بتقديمه سعادة عميد القبول والتشكيل المكلف الأستاذ الدكتور حامد بن عبد الرؤوف صالح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. صاحب السمو الأمير سعود عبد الله الجنوي حافظ جدا، سعادة رئيس الجامعة المكلفة الأستاذ الدكتور حنان عبد الله النعيم، أصحاب الفضيلة والمعالي، ضيوفنا الكرام من مسؤولي الجامعة وأولياء الأمور، أبناء الطلاب وبنات الطالبات، أيها الحب الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحتفل جامعة الملك عبد العزيز في هذا المساء بتخريج الدفعة 52 من أبنائها وبناتها الطلاب والطالبات من مختلف الكليات والبرامج الدراسية من حملة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلومات. وإننا في هذه الليلة المباركة لنشكر بالفخر والاعتزاز بتشريف سموكم الكريم لحفلنا هذا لتخريج هذه الكوكبة من أبنائنا وبناتنا الطلاب، بعد أن بذلوا كثيرا من الجهد والاجتهاد والسهر والتعب حتى تكلل جهودهم بعد توفيق الله عز وجل بهذا النجاح. وها هم يقطفون ثمن جهدهم وصبرهم خلال سنوات مضت ويضعون بهذه المناسبة أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وحكومتنا الرشيدة التي ما فتحت تقدم كامل الدعم والمساندة في خدمة العلم والعلماء. بهذه المناسبة أتقدم بخالص الشكر والتقدير لقيادات الجامعة ممثلة بسعادة رئيسة الجامعة المكلفة الأستاذة الدكتورة هنال بنت عبد الله النعيم وأصحاب السعادة نواب ونائبة الرئيس والجميع العمداء والمدراء ومنصبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والفنيين والإداريين على جهودهم الكبيرة خدمة لطلابنا وطالباتنا حتى تكللت جهودهم بهذا النجاح. والشكر موصول لكل قطاعات الجامعة المختلفة التي تضافت جهودها لإنجاح هذا الحفل. أبنائي الخريجين، نبارك لكم ولآبائكم وأمهاتكم هذا الإنجاز الذي سطرته أيديكم بعد توفيق الله وجامعتنا وهي تودعكم هذه الليلة بكل الحب والاحترام وصالة الدعوات لكم للتوفيق والنجاح في مستقبل أيامكم، لتوصيكم بالاستمرار في صقل مهاراتكم والاطلاع على كل ما هو جديد في مجال تخصصاتكم. فالتخرج ما هو إلا بداية الطريق، فكونوا عند حسن ظن وطنكم وآبائكم وأمهاتكم وجامعتكم بكم. صاحب السمو، الحضور الكرام، يسعدني الآن دعوة سعادة رئيسة الجامعة المكلفة الأستاذ الدكتور هناء عبد الله النعيم لإعلان منح الدرجات العلمية للخريجين والخريجات لتتفضل سعادتها مشكورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسولنا الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، محافظ جدة. أصحاب السمو، أصحاب المعالي، أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، ضيوفنا الكرام، ضيوفاتنا الكريمات، فخر جامعة المؤسس، الخريجين والخريجات، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصالة عن نفسي ونيابة عن منصبي هذا الصرح الشامل، يشرفني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة
على رعايته الكريمه لحفل خريجي وخريجات العام الجامعي 1443، ولصاحب السمو الامير سعود بن عبد الله بن شلوي مستشار امير منطقه مكه المكرمه محافظ جده على حضوره الكريم. متمنين لسموه الكريم دعم غير المحدود للجامعه في جميع المجالات. وفي هذه الليله البهيجه تبارك جامعه المؤسس منسوبها لكم الخريجين والخريجات والاسركم الكريمه، ونسال المولى عز وجل لكم التوفيق في حياتكم العمليه متمسكين بتقوى الله في كل خطواتكم، فان مسؤوليه خدمه الوطن امانه وانتم اهل لها. وارفع الى مقام والدنا القائد قائد الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وصاحب السمو الملك الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز صادق الولاء وخالص العرفان والامتنان بعطائهم الكبير غير المتناهي لمملكتنا الحبيبه وشعبها الكريم. والشكر موصول الى معالي وزير التعليم الاستاذ يوسف المنيان لما يوليه من اهتمام بالتعليم للارتقاء بالوطن وابنائه. وبناء على الفقره الرابعه من الماده 20 لنظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه، وبناء على قرار مجلس الجامعة في جلساته المعتمد فيها التوصيات الخاصة لخريجي وخريجات العام الدراسي 1443، أعلن تخرج هذه الدفعة. والآن أدعوكم يا صاحب السمو لتشريفنا في المنصة لتكريم الخريجين والخريجات المتفوقين والمتفوقات. وليتفضل سعادة وكيل عمادة القبول والتسجيل للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور هاني برديسي بقراءة أسماء المكرمين، والله ولي التوفيق. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية ندعو الطالبات الخريجات الأوائل الحاصلات على جائزة رئيس الجامعة للتفوق العلمي الحاصلات على أعلى معدل والفائزات هن ردينا وائل إدريس من كلية العلوم الطبية التطبيقية، فرح بطفي منديلي من كلية العلوم الطبية التطبيقية، رسام حربي الشهراني من كلية العلوم التأهيل الطبي، ريم عامر الحجيرشي من كلية الاقتصاد والإدارة، سلوى صفوان عبارة من كلية الحاسبات، أمجاد عبد الله بشوية من كلية الحاسبات وتقنية المعلومات، رغد عبد الله الغامدي من كلية الهندسة، نجوى فضل مزيا من كلية الاتصال والإعلام، زهراء علي القارم من كلية الآداب، عبير عساف الشهري من كلية الحقوق، وفاطمة العالم من كلية الحقوق، علي سعد الجاهلي من كلية الحقوق، أمل أحمد القبطاني من كلية الحقوق، نورة محمد الأحول من كلية الحقوق، شهد عبد الله الغامدي من كلية الحقوق،
إلى حين التقاط الصورة التذكارية، أدعو أن تنضم الآن لهن الخريجات الأوائل على كلياتهن: ندى أبو بكر الخطيب، نوران أسامة الدين محمد فرج، زهراء حسين السكاف، ريم ماهر المدني، مضاوي عبد الرحمن الحبيب، أمل نوح المطيري، أنوار مصطفى تمار، فاطمة حسين مرهون، رزان أحمد الجديدي، ليلى خضران المالكي، دانيا عبد القادر برقر، رهف عبد الله عسيري، أميمة فهد مكاري، رغد صالح الحساوس، أسماء محمد المهدي. طالبات يتقدم الآن الخريجين الأوائل الحاصلين على جائزة رئيس الجامعة للتفوق العلمي الحاصلين على أعلى معدل، والفائزون هم حسن أحمد القرني، ماجد عبد الله القامدي، فواز عبد الله عسيلي، أحمد محمد يوسف. ينضم لهم الخريجين الأوائل على كلياتهم لدرجة البكالوريوس والمكرمين ببرامج الدبلومات والماجستير والدكتوراه: أحمد طارق الخير، عبد العزيز ميد المصباحي، عبد الرحمن سالم الفرحة، أسامة حسن الشهراني. خريجي درجة الدكتوراه: علي عطية الجابر، محمد سعيد القحطاني، أحمد سعيد الغامدي، سلطان عبد الله القرني، رياض صالح المالكي، وهيب سامي عقاد، سعيد سعد العرياني، خالد مشبب الأسمري، أشرف محمد الهيبي، محمد عبد الله جوهري. خريجي درجة الماجستير: حامد محمد شرف الحلواني، خالد حامد الجابري، محمد أحمد يغمور، محمد مشعل الحسني، وليد خالد صايم، علي محمد الزهراني، مشعل السليطان المغيري، خليل سعيد الجهني، أحمد محمد القرني، هاني فايز العبيدي. خريجي درجة البكالوريوس اكتساب: إبراهيم عابد صالح مصعبي. درجة البكالوريوس تعليم عن بعد: بسام عمر باموسى، مالك حسن الفلوشي. خريجي درجة الدبلوم انتظام: عمار عماد بانعمة. خريجي درجة الدبلوم تعليم عن بعد: أحمد محمد حسين، أبو بكر أحمد جبريل، حسن علي الفداوي، ريان محمد الكاف، عبد الرحيم فلاح المخلفي، عبد الله أحمد عثمان. نكرم الآن نجم الجامعة ونجمة الجامعة، وهي المسابقة السنوية التي يتنافس عليها طلبة الجامعة لتحقيق هذا اللقب على المستوى الجامعي من خلال تحقيق معايير مختلفة، من أهمها المعدل التراكمي والنشاط الطلابي وخدمة المجتمع والمبادرات التطوعية. يتقدم نجم الجامعة للعام 1443 الطالب محمود بن عماد خوجة. ونجمة الجامعة سيتم تكريمها في حفل يوم غد مشيئة الله الطالبة هدية بن خالد المعاون. المريض ما قاعد. ندعو الآن أصحاب السعادة قيادات الجامعة لأخذ الصورة التذكارية.
الحمد لله الحمد لله كلنا خلص الحب خلص خلص باب السلام عليكم خلص أنا ناقل مباشرة حتى ناقل مباشرة إيه على الفيسبوك أحسن سير واحد تنحفظ الفيسبوك ما يشيل شيء كثير يعني ما تتعب الخانة جوال بس بيش كاتبه عشان كل خش عليه طيب بس منصور شراحيل مين منصور شراحيل منصور شراحيل عرفت كبير هذول عندي كبيرات مكسره ما اجي مشوش الصوره هم صوره حلوه يا رجل لا مكسره كلها مكسره كل ما تطيح مني صاحب السمو كيف نطلع صاحب السمو انت حاطه على الفيسبوك لا انا حاطه على عاديه على اساس انه نعلم ان هذه القصه تمت وهذه الرحله اكتملت والفرحه عشنا لحظاتها المميزه وتفاصيلها المشرقه فالحمد لله على التمام شكرا سمو الامير على تشريف هذا الحفل شكرا للجميع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نشوف السلام الوطني خلاص نشوف السلام الوطني تصور مع الله